السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة مع ميدو. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الجامعة الدولية، وكذلك غادي نشوفوا الكلية ديال الطب والصيدلة ومجموعة من المدارس. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وكومونتير باش تشجعونا. فرجة ممتعة. إذن هنايا فين كاينين يعني هاد الجامعات وهاد المدارس، هنا فين تتواجد هنا في التليلة، يعني قرب نفق ديال التليلة كما تتشوفوا اللي هو هذا. اذا راه حداه جايين، وقرب كذلك للداخل للسلام والدخله، يعني ما بعيدينش بزاف. هنا عندنا الجامعه الدوليه لاكادير، ومن بعد غنشوفوا يعني التخصصات ديالها، ونشوفوا كذلك المدارس الاخرين. عندنا هنايا الجامعه الدوليه باكادير، يعني كاين بيزنس سكول، ايكول دانجينيور دي دروا، ايكول دي دروا، يعني عندنا فاكولتي دو سونتي. بصراحه كاين يعني كاين مدارس هنا اللي مزيانين صراحه. هذه هي الحفله ديالها ديال الجامعه الدوليه. المهم البلاصه هذه راه جات في تيليلا، في تيليلا اللي جاي دابا طالع من جهة لافاك، من جهة الداخلة والسلام، راها تدخل ديريكت لهاد جهة لافاك والسلام. يعني خير مكاينش شي بواد بزاف، يعني اللي بغا يجي يشوف هنايا. المهم هادي هي الدخلة ديال الجامعة. عندنا في الجهة الأخرى مدارس أخرين حتى هما غادي يشوفوهم، يعني هو الجهة الأخرى يعني راه أنفاس مع الجامعة الدولية. عندنا الكلية ديال الطب والصيدلة. صراحة جا فيها بلاصة اللي مزيانة بزاف، كيما كنتو تشوفوها، يعني راه جايين كلهم قراب، يعني مكانش بيناتهم شي مسافة. هذا هو الشكل الخارجي ديالها. وحتى هي راه جاية في يعني حدا داك النفق ديال التليلة، جاية حدا يعني الدخلة ديالو حتى هي مع الجامعة الدولية كيما تتشوفو. هاد المدار هذا راه هي حدا. وإلا مشينا نيشان غنمشيو لجهة لافاك، و لافاك ديال السلام والداخلة. وهنا عندنا ليكول ديال لينسا، هي هادي. هنا صراحة جا في واحد البلاصة اللي مزيانة، الشكل الخارجي راه مزيان ما تشوفوه هنايا. هو عندنا هنا هي الخدا ديالها، هي هاني بلاصة هنا. إذا هادو هما المدارس اللي بنا جاو في التليلة، حي التليلة. وكيما تشوف عندنا هاد الطريق هادي، يعني صراحة الطريق هادي حتى هي يعني زوينة، كاين الخضورية، كاين الشجر، كاين يعني تبارك الله في المداري. المهم راه الطريق هادي تتدي حتى لديريكت الخرجة اللي بغا يشد طريق مراكش، هتدي الطريق هادي وكبيرة تبارك الله. يعني جات واحد البلاصة اللي مزيانة، ونخليكم مع هاد الصور الرائعة وفرجة ممتعة.